وصفتنا النهاردة عن التشيز كيك، وصفة سهلة وسريعة بدون فرن بمكونات بسيطة. مش هنحتاج تزيين، هنعمله بطريقة بسيطة جدا، يعني اي حد مبتدئ يقدر يعمل الوصفة دي وهتطلع ناجحة معاه جدا. في وصفة النهاردة هحط اضافات بسيطة هتنقل التشيز كيك لحتة تانية خالص. هتدوقوا تشيز كيك بطعم مختلف عن اي تشيز كيك جربتوه قبل كده. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو لسه مش مشتركين في قناتي تنزلوا تشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار باي وصفة جديدة. ويلا بينا نبدأ في الوصفة على طول. عندي هنا بسكوت سادة 400 جرام، استخدموا اي نوع بسكوت سادة. تمام، معالي كبيرة زبدة زائبة، نص كوباية فول سوداني محمص غير مملح. هطحن البسكوت والفول السوداني، هضيف كل المكونات على بعض، وهدمجهم لحد ما الزبدة تتوزع كويس. نعرف ان قوام البسكوت بقى تمام لما نحط شوية في ايدي واضغط عليهم يمسكوا في بعض، ومجرد ما احرك ايدي عليهم يتفرفتوا تاني. لو جينا عملنا الحركة دي وممسكوش في بعض، معنى كده ان احنا لاما مش موزعين الزبدة كويس او مقللين كمية الزبدة اللي مستخدمينها. نيجي بقى للصينية اللي هنعمل فيها التشيز كيك. عندي هنا الصينية اللي هي بتتفتح بتاعة تشيز كيك، وعندي النوع ده، هستخدم النوع ده عشان ارتفاعه أعلى. مقاس الصينية 20 سنتي. لو مش متاح عندكم أي نوع من الصواني دي فهتستخدموا صينية عادية، بس هتحطوا فيها ورق زبدة من تحت ومن الجوانب عشان تبقى سهل عليكم تخرجوها وتحافظ على شكلها. هجهز بقى الصينية بتاعتي بورق زبدة. عشان احط ورق الزبدة في القاعدة هقصها بالطريقة دي. هدهن بقى الصينية بالزبدة مسحة بسيطة عشان ورق الزبدة يثبت في الصينية. هحط البسكوت اللي انا جهزته وهحاول ارفع الجوانب بالشكل ده. هستخدم بقى كوباية تكون القاعدة بتاعتها ملساء عشان يستوي بيها البسكوت ويكونوا كلهم بنفس السمك. انا عملت النهاردة التشيز كيك ان البسكوت يكون الجوانب بتاعته مرتفعة بالشكل ده. لو مش حابين تكون كده خلوا البسكوت كله في القاعدة واضغطوه كويس بالكوباية، هتبقى بالشكل ده. هحطها بقى في التلاجة لحد ما احضر كريمة تشيز بتاعتي. عندي هنا كوباية كريمة خفق سائلة، او ممكن تستخدم بودرة كريم شانتيه، جبنة كريمي 200 جرام، تلت كوب سكر بودرة. هخفق الجبنة كويس الاول، وبعدين هخفق الكريمة مع السكر. لو هنستخدم كريم شانتيه يبقى هنضيف الكريم شانتيه البودرة مع الحليب والسكر لحد ما يكون بالقوام ده. هضيف بقى عليها الجبنة واخفقهم كلهم مع بعض كويس، هتبقى بالشكل ده كريمة متماسكة. ممكن تضيفوا جيلاتين هتدوبوه مع شوية مية دافية وهتضيفوه وهتخفقهم مع بعض. احط الكريمة في كيس نايلون او قمعة حلواني عشان يسهل عليا توزيعها، بس انا في وصفه النهارده ما استخدمتش جيلاتين، عملت كريمه متماسكه.
عندي هنا شوكولاتة دارك أو أي نوع شوكولاتة أنتوا بتحبوه، نص كوباية وربع كوباية كريمة خفق سائلة، أو ممكن تستخدموا حليب. هسيحهم في حمام مائي أو حطوه في ميكرويف 30 ثانية. هحط طبقة من الكريمة ووزعها كويس. عندي هنا موزة هقطعها ووزعها على طبقة الكريمة. وهحط الطبقة التانية من الكريمة ووزعها كويس. وهحط الشوكولاتة اللي أنا سيحتها. وهحط آخر طبقة للكريمة وافردها كويس. هحطها بقى في التلاجة ليلة كاملة، ده الأحسن يعني عشان تتماسك كويس، بس لو مستعجلين حطوها 4 ساعات. هزينها من فوق ببشر الشوكولاتة. هطلعها بقى من الصينية. وهتبقى بالمنظر الجميل ده. هقطعها بقى. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. شوية الاضافات اللي انا ضفتها نقل التشيز كيك لحتة تانية خالص. تجديد عن وصفات التشيز كيك التقليدية، جربوها وقولولي رأيكم. وبكده تكون وصفتنا اليوم خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم، واشوفكوا تاني على خير قريب، وباي باي.